ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت صفحة مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر محاولة سرقة دراجة نارية من طرف جانحين، وحسب المعطيات المرفقة بالفيديو فإن فصوله جرت بمدينة مراكش، حيث وثقت كاميرا المراقبة مجريات الحادثة يوم الثلاثاء الماضي عندما قام اللصين بمحاولة سرقة دراجة نارية، إلا أن عمليتهما باءت بالفشل بعدما قام صاحب الدراجة النارية باكتشاف عملية السرقة هاته ليدخل معهما في مناوشات وصراع، استطاع على إثرها السارقين من الفرار دون تمكنهم من سرقة الدراجة النارية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.